الله مشاهدينا، نبدأ حلقة جديدة من يحدث اليوم، ودائما كما تعودنا وإياكم أن يكون هذا البرنامج هو حلقة الوصل ما بين القضايا التي ترد لفريق العمل لإيصال قضاياكم وصوتكم إلى الجهات المسؤولة. دائما نقول في يحدث اليوم كما أن هنالك في يحدث اليوم قضايا يمكن أن يكون بها شيء من السلبية أو عدم الإنجاز والشكاوى، لكن في يحدث اليوم كثير من الإنجازات، وهنالك دائما الإيجابيات التي يجب أن نعظمها برغم القضايا التي نطرحها. اسمحوا لنا في البداية أن نستذكر اليوم الثلاثاء، والتاريخ هو 30 من شهر تموز. نسأل الله عز وجل في هذا الصباح الباكر أن يحمل كل ما فيه الخير والسلام للوطن العزيز الغالي ولكم مشاهدينا. فاصل ونبدأ باستعراض العناوين الرئيسة. وفي العنوان الأول مشاهدينا، سنتطرق إلى بعض من الأقاويل والمعلومات التي تودون الاستفسار عنها فيما يتعلق بالإصابات والعدوى بحمى النيل، حيث أشارت أيضا وزارة الصحة وبالتحديد مكافحة الأوبئة بأن الأردن مستعد وعلى استعداد تام لأي وباء كان. على كل هذه الحمى لا تنتقل من خلال العدوى من إنسان إلى آخر، فلذلك لا داعي لوجود أي نوع من تداول الشائعات والمعلومات البعيدة كل البعد عن المعلومات الطبية والصحية الصحيحة. سنتطرق إلى تفاصيل هذه الحمى لدينا في الأردن، ما هو الوضع، وأكيد دائما كما الأردن صار عندها يعني خبرة واسعة جدا فيما يتعلق بالتصدي وأيضا احتواء أي وباء كان. إذا مشاهدينا هذا هو العنوان الأول. سننتقل بعد ذلك أيضا إلى عنوان آخر، حيث مؤسسة الغذاء والدواء تخضع الفحوصات للأدوية الجديدة إلى مجموعة من الفحوصات الجديدة لتعزيز الأمن الدوائي في الأردن. وننتقل أيضا مشاهدينا إلى قضية وصلت إلى فريق برنامج يحدث اليوم، وبالتحديد ملاحظات من منطقة عين الباشا، حيث مطالب بتعبيد شارع، هذا الشارع يخدم عدد من المنازل. وهذه القضية أيضا متابعة، حيث تم طرحها مسبقا في برنامج يحدث اليوم، لكن سيكون أيضا إلها متابعة في حلقتنا لليوم. وننتقل من عين الباشا مشاهدينا إلى محافظة إربد، حيث بنية تحتية متهالكة لشارع عمان، وترقيعات قديمة في هذا الشارع زادت من سوء البنى التحتية. وننتقل من إربد إلى جرش، وقضية أيضا وصلت من المواطنين لفريق يحدث اليوم، مطالبات بوضع لوحات إرشادية ومطبات هندسية في منطقة تلعة الرز. وننتقل إن شاء الله في القضية الأخيرة إلى مأدبة، حيث حفريات الصرف الصحي تسبب أضرار لشارع في حي الأندلس في محافظة مأدبة. إذن مشاهدينا هذه مجمل العناوين الرئيسة في حلقتنا لهذا اليوم. فاصل وبسم الله نبدأ بتفاصيل العناوين. ومعي الآن على الهواء مباشرة الدكتور عادل البلبيسي، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة. دكتور عادل، أسعد الله صباحك. صباح الخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. دكتور عادل، يعني قبل أن نخوض في هذا الموضوع أود أن أشير لكل المشاهدين بضرورة الاستماع لتفاصيل هذا الموضوع، لأنه لا داعي للتخوف ولا داعي لنشر أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تناقل معلومات بعيدة عن الصحة. المصدر اللي إحنا بنثق فيه جدا هو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة. فيما يتعلق دكتور عادل بحمى النيل، سأترك التفاصيل إلى حضرتك، تفضل.
شكرا ستي، ويعني مقدمة رائعة، وخلينا نقول دائما انه احنا بنتكلم بكل شفافية ووضوح. نعم. ما في داعي لإخفاء اي معلومة. مظبوط. لذلك اي معلومة تراد يراد الحصول عليها، نعم، احنا جاهزين انه نزود اي جهة بهذه المعلومة كاملة. اكيد اشكرك. ستي، كما يعرف الجميع يعني تم الاعلان عن اول اصابة بحمى النيل الغربي في الاردن يوم امس. نعم. وهي لفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات من منطقة المفرق، وتم وهي تعالج حاليا في مستشفى الملك المؤسس، ووضعها الصحي والحمد لله جيد. نعم الحمد لله. تم اكتشاف هذه الحالة عن طريق مراكز الرصد المختارة للحميات، يعني في عندنا مراكز أي ارتفاع لدرجة الحرارة غير معروف السبب، نعم، بياخذوا بنعمل له فحوصات عديدة حوالي أكثر من 15 فحص فيروسي. نعم. ومن ضمن هذه الفحوصات هي فيروس حمى النيل الغربي. نعم. لذلك تم اكتشاف هذه الحالة والإعلان عنها يومان. نعم الحالة الآن يعني في طريقها إلى التعافي الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. بدنا نتكلم على المرض. نعم. المرض ليس جديد ستي، المرض معروف من عام 1937. نعم. واكتشف لأول مرة في أوغندا في غرب النيل، ولذلك سمي حمى النيل. فيروس حمى النيل الغربي أو حمى النيل الغربي. نعم. المرض منتشر في معظم دول العالم ويحدث يعني، لكن ما بسبب أوبئة كبيرة لأنه طريقة انتقاله محدودة جدا. نعم. المرض ينتقل عن طريق البعوض، عن طريق لدغ البعوض. ومش كل البعوض المصاب. مخزن الفيروس الرئيسي هو الطيور المهاجرة. نعم. يعني بيجي البعوض بتغذى على دم الطيور التي تحمل هذا الفيروس، وبياخذ هذا الفيروس، بيقعد يوم يومين في دم دم البعوضة، عندما تلدغ أي إنسان تنقل له المرض. نعم. المرض بأكد مرة أخرى، المرض لا ينتقل من إنسان لإنسان. صحيح. بأي طريقة. لا صحيح. ينتقل عن طريق الملامسة أو المخالطة أو نعم. أو السلام أو الأكل أو الشرب، ينتقل عن طريق لدغ البعوض فقط. إذن لا داعي لعزل المريض المصاب. لا داعي لعزل المريض. المريض نعم. ما في داعي لعزله لأنه لا ينقل العدوى إلى الآخرين. نعم. تمام. نعم. الإشي المهم جدا أيضا إنه 80% من الحالات هي بدون أعراض. يعني لو فحصنا 100 شخص بنلاقي 80 واحد منهم ما عندهم أعراض من الأشخاص المصابين. نعم. و20% فقط تظهر عليهم الأعراض. نعم. شو هذه الأعراض؟ الأعراض هي ارتفاع في درجة الحرارة، في عندنا قشعريرة، آلام مفاصل، آلام في الظهر. نعم. تورم الغدد الليمفاوية، في بعض الأحيان قد يحدث طفح جلدي. هذه الأعراض تظهر بعد 3 إلى 6 أيام من لدغ البعوضة. فترة حضانته. فترة حضانته. نعم. فترة حضانته هي بالغالب ما بين 2 إلى 15 يوم. نعم. لكن في الغالب تحدث بين 3 أيام و6 أيام. نعم. المرض هذا بيطيب لوحده ستي، يعني خلال الأسبوع الأول من الإصابة بشفى المريض تماما بدون أي مضاعفات وبدون أي علاج. ما بياخد أدوية؟ لا يتم صرف إلا أدوية إلا إذا الأدوية، مثلا ارتفاع درجة الحرارة بنعطي مضادات ارتفاع درجة الحرارة وهكذا. نعم. يعني من عالج الأعراض فقط، وليس في عنا علاج للمسبب، لأنه المسبب زي ما حكينا هو فيروس. نعم. هلا في أقل من 1% من الحالات قد يتطور المرض الى انه يدخل الجهاز العصبي، وممكن يسبب التهاب في الدماغ او التهاب سحايا. حاله نادره جدا، 1%. حاله نادره في اقل من 1% من 20%. نعم. يعني نادر جدا من 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 كل من هذه الحالات. نعم. ف يعني واضح جدا انه هذا المرض لا ينتقل
بسهولة من شخص بين المجتمع، لأنه بدك بعوضة، والبعوضة تكون مصابة حتى تلدغ هذا الشخص وتسبب له المرض. كل وسائل التشخيص، كل وسائل التشخيص موجودة لدينا بالوزارة وبالمركز الوطني لمكافحة الأوبئة. تشخيصه يتم عن طريق الدم، نأخذ عين الدم ونفحص الأجسام المضادة. عندنا نوعين من الأجسام المضادة، في أجسام مضادة حديثة بتدل على إنه الشخص مصاب حاليا، وفي أجسام مضادة قديمة بتدل على إنه الشخص كان مصاب في السابق. وفي عندنا دراسات في أجريت واحدة من الدراسات أجريت 1998، يعني قديمة جدا. في دراسات جديدة كمان، يعني بس بدي أقول إنه المرض معروف من زمان حتى بالأردن. من 1998 أجريت دراسة وبينت إنه نسبة الإصابة كانت عندنا حوالي 8%. طبعا هذول الأشخاص اللي فحصوا أشخاص أصحاء، يعني هذول من 80% اللي ما ظهرت عليهم أعراض، وجينا فحصناهم ولقينا إنه كانوا مصابين. إذا لا داعي. تفضل دكتور، تفضل. يعني مرة أخرى لا داعي لإنه الناس تكبر هذا الموضوع. طبعاً. وزي ما حكينا، كل المعلومات اللي المطلوبة ننشرها إحنا بكل وسائل الإعلام. وجاهزين نرد على أي جهة بهذا. أكيد. الوقاية ستي مهم. تفضل. مهم جدا الوقاية. الوقاية عندنا نوعين من الوقاية. أول شيء الوقاية اللي بتكون فيها الحكومة اللي هي مكافحة البعوض. مكافحة البعوض، احنا بنعرف انه البعوض بتولد على الأسطح المائية الراكدة. يعني ما بتولد بمياه جارية، ما بتولد فيها البعوض، بتولد على مسطحات مائية راكدة. على الأجسام الرطبة ممكن يا دكتور؟ نعم، المسطحات الرطبة. نعم. المسطحات المائية الراكدة. هذه يعني إذا كان ما في داعي إلها منجففها، بصير تجفيفها حتى نقلل التكاثر، أو إذا كان يستفاد منها فمنرشها بالمبيدات الحشرية. الشيء الثاني اللي هي الرصد، رصد المرض، وهذا الطريقة اللي اكتشفنا فيها، يعني في دولة الاحتلال، يعني الآن عندهم أكثر من 710 حالة. الحمد لله، يعني احنا عندنا هذه الحالة الأولى اللي تم اكتشافها. في فلسطين المحتلة أيضا الضفة الغربية في عنا حالة واحدة شخصت في جنين. وهي احنا بالأردن عنا حالة. هلا في يعني إجراءات وقائية المواطن مطلوب إنه كمان يأخذ. أنا هذا اللي بيهمني الآن. الناس شوف، يعني بما فيهم أنا دكتور عادل، واحد صار يتخوف من البعوض. يعني الآن شو في إجراءات حتى داخل المنازل، شو ممكن الناس إنها تعمل إجراءات وقائية؟ أول شيء بدي أقول إنه مش كل واحد بي يعني دخلت ناموسة ولا على بيته هذه لا يهرب. نحكي عن نوع معين اللي هو بعوض الكوريك. وهذا ما بتواجد إلا أماكن تواجد المياه، فلذلك بنقول إحنا المسطحات المائية. هلا المواطن في بيته إذا في عنده أي مكان لتجمع مياه كمان يجفف هذه المياه. يتخلص منها. يعني حتى لو كان في عنده كاسة مي موجودة في الحديقة وتركها لفترة، ممكن البعوض إنه يتكاثر عليها. أي تجمع مياه مهما كان حجمه أو كميته التخلص منه ممكن. وما بغض النظر عن الحجم. طيب، ممتاز. الشيء الثاني إنه نتأكد إنه مناخل الشبابيك والأبواب إنه هي سليمة. ما أول شيء موجودة، واثنين سليمة، إنه مش مخزوقة من مكان ومعطوبة من مكان آخر ممكن يدخل منها البعوض أو اللي تدخل منها الحشرات. الشيء الثالث، إحنا بنعرف إنه البعوض بزيد نشاطه خلال فترة المساء وحتى الصباح. مزبوط. فلذلك في خلال هذه الفترة الأشخاص اللي بدهم يتواجدوا برا لسبب أو لآخر، في بعض الأشخاص بيضطروا إنهم يكونوا موجودين برا، إنهم في هذه الفترة إنه يغطوا أكبر قدر ممكن من جسمهم بإنه يلبس بنطلون طويل، يلبس قميص كم طويل، ما يكون يعني ما يعرض كثير من جسمه لدغات البعوض.
طيب يعني كل هذه الامور، خزانات المياه ممكن تتكاثر عليها البعوض، فاحنا نغلق هذه الخزانات وما نخليهاش تفيض الخزانات ويكون في مكان ايضا مناسب لتكاثر البعوض. طيب فهذه الاجراءات اللي ممكن المواطن ياخذها، وهذه الاجراءات احنا اخذنا، بدانا بالاجراءات ستي يمكن من اول ما علمنا عن تسجيل اول حاله بدوله الاحتلال، بدانا باتخاذ الاجراءات من اكثر من اسبوعين. والحمد لله في هناك تعاون ما بين جميع الجهات المعنيه، كان في هناك اجتماع في قبل اسبوعين في المركز الوطني لاكثر من 15 جهه معنيه في مكافحه البعوض، حتى كل واحد يقوم بالدور المطلوب منه. دكتور الآن أنا بدي أستفسر، أي شخص بلاحظ أنه في ارتفاع في درجات الحرارة عنده، عن طفله، أحد أفراد الأسرة، وين يتوجه؟ وين المراكز اللي موفرتها وزارة الصحة التابعة لها؟ أي واحد بصير عنده حرارة بده يتوجه لأقرب مركز صحي، أقرب مستشفى له. مزبوط. الآن بالمستشفى إذا تم تشخيصه عرفنا ليش ارتفاع سبب ارتفاع درجة الحرارة، يعني إن كان عنده التهاب حلق، التهاب لوز، التهاب بكذا وكذا، خلص عرفنا السبب في ارتفاع درجة الحرارة. الآن إذا لم يعرف سبب ارتفاع درجة الحرارة، هذا بناخذ له عينة دم وبنفحصها زي ما قلت لك ل 15 نوع من الفيروسات، من ضمنها فيروس النيل الغربي، حتى نتأكد من الإصابة. نعم دكتور عادل، أنا أولا يعني أنا بدي أأكد بأنه إحنا مرينا بتجربة كورونا، الأردن كان من أول الدول حتى فاقت على الدول الغربية في إدارة هذه الأزمة واحتوائها، وكنا نموذج للدول العالم أجمع، لأنه كانت فعلا تجربة ناجحة جدا في احتواء الوباء والتعامل معه، وبالتالي خرجنا منها الآن مستعدون، نحن مستعدون لأي شيء يحدث. لكن يبقى على المواطن الآن عدم تداول الإشاعات أرجوكم، لأنه والله الواحد مرات بيقرأ في ناس، أنا شفت على مواقع التواصل الاجتماعي ناموسة يعني على ايده، فمصور الوغزة تاعت الناموسة، وانه يا جماعة لا تكون حمى النيل، يعني شوف حالة الفزع اللي بده يهولها ويكبر الموضوع ويعني يطرحه بطريقة مخيفة جدا. ارجوكم عادي جدا، مش اي قرصة للبعوض او الناموس ممكن انه نتوقع انه حمى النيل، في الها اعراض ذكرها الدكتور عادل، لا داعي لتداول، لانه هذا يؤثر على الأمن الصحي وله أبعاده الكبيرة جدا. فمصدرنا الرئيسي إحنا كإعلام، وأنتم كمشاهدين بناخذ من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، كان أكبر من هيك كورونا وما كنا يعني لا هم ولا إحنا كإعلام نخبي شيء، كله مكشوف أمام الجميع. أنا بدي أشكرك دكتور عادل قلب البيسي، وأشكر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، لأنه مركز يعني نفتخر به عالميا في إدارة أي وباء وأي أزمة. شكرا لجهودكم دكتور عادل، وشكرا لهذا التوضيح، شكرا، أشكرك. فاصل مشاهدينا. يعني كنا بنتحدث مشاهدينا انه كم الاردن فعلا قادر على اداره اي ملف يتعلق بوباء او اي ازمه لا سمح الله، وعندنا نماذج قدمت، لا داعي انه نضل نعيد ونذكر فيها، لانه المواقف واداره ملفات الازمات وفيما يتعلق بالاوبئه كان واضح امام العالم اجمع. وبالتالي ننتقل ايضا لانه صحه المواطن اهم شيء، حرصت المؤسسه العامه للغذاء والدواء على إخضاع الأدوية اللي موجودة عندنا في الأردن أو الأدوية المستوردة، أي صنف غذاء ودواء داخل الأردن يخضع دائما لفحوصات صارمة جدا ورقابة أيضا صارمة جدا. لكن يبدو أن هنالك أيضا إجراءات وتطوير فيما يتعلق بالرقابة على الأدوية وفيما يتعلق بفحوصات جديدة ستخضع لها الأدوية حتى يتماشى مع الأمن الصحي والغذائي للمواطن. طيب الدكتورة مها الجغبير الآن معنا على الهواء مباشرة، وهي مساعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشؤون الإدارية. دكتورة مها أسعد الله صباحك. صباح الخير. يعطيكم العافية.
للسادة المستمعين والمشاهدين، شكرا لكم. يا هلا فيك. يبدو أن هنالك نظام فحص جديد للأدوية، مظبوط؟ بداية كل شكر مرة ثانية على استضافتنا للحديث عن الدور المستمر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، طبعا كدور رقابي للتحديثات على التشريعات اللي بتتم في المؤسسة والمتعلقة بسلامة ومأمونية الأدوية وغيرها من المواد. مظبوط. نعم، صدر حديثا نظام فحص الأدوية بالجريدة الرسمية بالإضافة لنظام فحص المستلزمات الطبية. وطبعا هذول النظامين صدروا بالجريدة الرسمية بعد إقرارهم من مجلس الوزراء ورح يدخلوا حيز النفاس بعد شهر من نشرهم، رح يكون تقريبا 17/8 إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة، الآن ما في شيء يعني ممكن إنه يعني نحكي إنه شيء كتير جديد، لأنه إحنا تعودنا بإنه المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي مؤسسة رقابية، ما في شيء بيدخل الأردن أو داخل الأردن من الغذاء والدواء إلا هي الجهة الرقابية عليه. لكن الآن في تطوير لفحص هذه الأدوية. أولا خلينا نحكي ما هو النظام الجديد اللي رح يتم عليها فحص الأدوية والمستلزمات الطبية، ولماذا فكرتم في تطوير هذا النظام؟ نظام موجود من الأول يعني حقيقة. أكيد طبعا المؤسسة العامة للغذاء والدواء تسعى دائما للتطوير حسب الممارسات الفضلة وحسب المتطلبات العالمية. طبعا أكيد كان في عندنا نظام لفحص الأدوية والمستلزمات الطبية، كان نظام واحد. نعم، تم الآن فصلهم إلى نظامين بوجود خصوصية للمستلزمات تختلف عن الأدوية. نعم، نعرف أنه في عندنا أنواع كثيرة من المستلزمات، مواد التجميل وإلى آخره، فلإعطاء الخصوصية للأدوية عن باقي المواد تم فصل النظامين. وزي ما حكينا بتواكبوا مع المتطلبات العالمية وبنسجموا مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دولياً. بيعززوا الاعتمادية المؤسسة من الجهات الرقابية المختلفة، سواء كانت منظمة الصحة العالمية أو منظمة التفتيش العالمية. أكيد المؤسسة كانت تقوم بفحص الأدوية سواء والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد المحددة بالقوانين، لكن تسعى زي ما حكينا للممارسة الأفضل. نعم، في عنا نظام معين لعدد تسجيلات معينة بالفحص، الآن توجهنا إلى سحب الأدوية من السوق الأردني بشكل أفضل، بشكل مبني على درجة الخطورة. لأنه الأدوية لما تدخل للسوق الأردني أكيد رح تتعرض لظروف المحلية طبعا. وبالتالي لما تسحب أنت الدواء من السوق الأردني وتفحصه بشكل دوري بيعطيك صورة أفضل عن واقع الدواء في السوق مأمونيته. نعم، وضمن خطة طبعا رح تكون موضوعة سواء كانت سنوية أو لأكثر من ذلك. نعم، فبتم سحب هاي الأدوية من الأسواق أو المستلزمات وفحصها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. دكتورة، الآن أنا رح أخذ النظامين، هلأ الآن انفصلوا صار نظامين، نظام يتعلق في الأدوية والنظام الآخر يتعلق بالمستلزمات الطبية، وحدث ولا حرج ما يندرج تحت المستحضرات الطبية المستلزمات. الآن فيما يتعلق بالأدوية دكتورة، الآن إحنا منعاني أحيانا وعي المواطن كتير بيلعب دور، هاي الأدوية اللي بتنباع الأونلاين وعلى مواقع التواصل، كيف مؤسسة الغذاء والدواء بتراقبها؟ كيف تضبط هاي الموضوع؟ لأنه مأمونيتها بهمنا كتير في هذا الجانب. أكيد المؤسسة دورها الرقابي لا يقتصر فقط على الفحص، وإنما كمان مراقبة الأدوية في الأسواق، الدعايات اللي بتتم على الأدوية، وإحنا دائما بنوجه المواطن الأردني إنه يشتري الدواء من الأماكن المرخصة ببيع هاي الأدوية. مزبوط. لأنه ما بنضمن هاي الأدوية اللي موجودة، أصلا هو ممنوع بيع الأدوية عن طريق الإنترنت مثلا. لأنه في إجراءات معينة بتراقب عليها المؤسسة، سواء بالصيدليات على تخزين هاي الأدوية، مصدر هاي الأدوية، جودتها، فعاليتها، مأمونيتها، فحص هاي الأدوية. وبالتالي إنه شراء المستحضرات عن طريق الانترنت، وهي عادة الأدوية ما بتعرض للبيع عن طريق الانترنت، أكثر إشي المستحضرات خلينا نحكي التجميلية، هاي رح نيجي لها. نعم، وتسعى المؤسسة دائما لمراقبتها والتعاون مع الجهات المختلفة
لاتخاذ الاجراءات المناسبه سواء كانت وحده الثراء الالكترونيه وغيرها. طيب اجراءات مؤسسه صارمه بهذا. اكيد اكيد دكتوره. الان المستلزمات الطبيه، وانا بدي اجي على اكثر شيء يعني بيتداولوا الشريحة العظمى من المجتمع، مشكلتنا في الستات. الآن شراء هاي المستحضرات الطبية وما يندرج تحتيها من، على سبيل المثال، من مواد التجميل والمكياج وما إلى ذلك، شو محاذيرها ومخاطرها؟ لأنه إحنا كيميائيا ما بنعرف من إيش مكونة، هاي واحدة. شغلة تانية، أحيانا النظارات الشمسية والنظارات الطبية اللي للقراءة، هاي أنا مش عارفة كيف بتوصلك لبيتك بدون فحص عيون، هاي كيف بتتعاملوا معاها؟ كيف، شو محاذيرها؟ شو التخوف منها؟ أنا بدي أخوف الستات شوي. تفضلي. أكيد طبعا في عنا مديرية مختصة بالتقييم الملفات المواد التجميلية ومتابعة الأماكن اللي بتبيعها واللي بتتعامل معها. فزي ما حكينا دور المؤسسة المحافظة على مأمونية مثل هاي المواد وفحصها. بتدرس التركيبة بتاعتها، في مواد معينة لا يجوز إنها تدخل في تركيبة هاي المواد، على سبيل المثال الزئبق، إذا لا يجوز أن يتعدى حدود معينة لأنه ممكن يكون له آثار جانبية. وهذا هو السبب إنه منحفز زي ما حكينا المواطن الأردني على إنه يشتري، وخصوصا الستات زي ما حكيتي إنهم يأخذوا هاي المواد من الأماكن المرخصة ويتأكدوا إنه هاي المواد مجازة من المؤسسة عشان ضمان مأمونيتها سلامتها وفعاليتها. أكيد في عنا متابعة إحنا المؤسسة الأشياء اللي بتتم إجازتها والمستحضرات اللي بتتم إجازتها عن طريق المؤسسة بتتم متابعتها، هي لا تنتهي فقط بالإجازة أو بوجودها في السوق، متابعتها بعد التسويق. وهذا أدعى إلى الحفاظ على مأمونية هاي المواد وبالتالي صحة المواطن. شوفي دكتورة مها، أنا أشكر المؤسسة العامة للغذاء والدواء صدقا يعني، وليس لأنه مجاملة أو من نجمل الواقع عبر الإعلام، لكن هذه المؤسسة بتلعب دور رقابي جدا مهم وكبير في رقابة فيما يتعلق بالشق الغذائي والشق الدوائي، قضية هامة جدا. أنتم بتعملوا الدور اللي عليكم كمؤسسة رسمية، لكن الأكيد الشريك الأساسي معكم هو وعي المواطن. وعي المواطن قضية ضرورية جدا، مش كل شيء بينباع أونلاين نشتريه. مشكلة عند السيدات التهافت على ما يباع من مواد تجميلية، لأن هاي تحت نظام المستلزمات الطبية، خلطات تنزيل الوزن كل ست بتوصفها للتاني وبيشتروها من الأونلاين، إحنا ما بنعرف هي بتنزل الوزن مظبوط. لكن دكتورة أنت أدرى مني، لأنه إحنا ما بنعرف شو مرات المادة اللي داخلها اللي بتنزل الوزن، شو مضارها على المدى البعيد. مظبوط. أكيد، عشان هيك إحنا منحس المواطنين من خلالكم من التلفزيون الأردني إنه أي شخص في أي مستحضر إنه يتواصل مع المؤسسة. في عنا قنوات للشكاوى، في عنا طرق مختلفة للاتصال مع المؤسسة، وإحنا على أتم الاستعداد إنه نأخذ الإجراءات ونقوم بالتفتيش على المكان اللي تأتي عليه الشكوى وإجراء الخطوات اللازمة كمان إن شاء الله، ونحن على ثقة بذلك. ويبقى أيضا الوعي، أنا بعاود بركز مرة أخرى إنه ما يباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتبهوا له، لأنه ما يباع أونلاين من مواد تجميلية وتنزيل الوزن، لا تأكله أحسن يعني بنزل وزن لحاله، فإلها محاذيرها. والخلطات الموجودة إحنا ما بنعرف كمواطنين من إيش مكونة، وأي شكوى مؤسسة الغذاء والدواء موجودة لتلقي أي ملاحظة من أي مواطن. أنا بدي أشكر جهودكم الدكتورة مها الجغبير مساعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشؤون الإدارية على هذا التوضيح. فاصل مشاهدينا، ابقوا معنا. وننتقل أعزائي المشاهدين إلى قضية وصلت لفريق العمل وبالتحديد من منطقة عين الباشا. هذه القضية هي متابعة حقيقة تم طرحها في برنامج يحدث اليوم قبل هذه المرة، لكن دائما إحنا منحب المواطن ضل متواصل معنا، وإحنا منتواصل مع المواطن إنه القضية وين صارت. لذلك معي الآن المواطنة سحر النشاش، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. أهلا
اهلا فيك، يسعد صباحك. يا صباح الورد. بالنسبه للمشكله، والله احنا زي ما حكيت هي متابعه ومتابعه قديمه يعني من السنه اللي فاتت، وحكينا معكم شهر 4 وطلعنا على يحدث اليوم، وحكينا مع السيد رئيس البلديه. نعم. على اساس انه بعد اسبوع يجي يباشروا بالشارع. طيب. ولحد الان والله نفس الشيء، ننزل ونطلع والوعود نفس ما هي، وما في اي، ما ترى اي تغيير. طيب. الشارع كم يعني بيخدم؟ انت هاي الصورة اللي طالعة على الهواء حضرتك اللي بعتيها؟ طيب هذا وضع الشارع؟ هذا وضع الشارع. وينو الشارع؟ انا مش شايفة شارع. هسا هو من الحطم اللي فيه، وبعدين هاي كلها اعشاب، هاي موجودة اعشاب مغطي الشارع. مزبوط. كيف يعني احنا متضررين كثير والله. لا واضح. كم عدد المنازل اللي بيخدمها؟ يعني ناس كتير حول هذا الشارع، مش شارع، هو مشروع شارع. هسا هم الموجودين العمارات الموجودة، كل عمارة فيها 5 عيال. يعني في عمارات إسكانية. مظبوط. عمارات إسكانية موجودة. طيب توصل السيارات لهاي العمارات؟ كيف توصل؟ لا والله لا، ما في ولا سيارة، يعني احنا نمشي مشوار طويل لما ننزل لسيارتنا. مسافة متر من ننزل. مسافة. والله. طيب عطوفة رئيس البلدية مين راجعه؟ والله أنا رجعته، والأهل الموجودين في المنطقة برضو راجعوا مرة ومرتين وثلاث، وبعثنا وتواصلنا مع الرئاسة وحكينا مع المهندس حسام، كان يا عمي اعملوا شارع يعني الناس متضررة طبعا، يعني أكثر بأنه قال لهم أنا أبو أحمد، قال لهم أنا بنزل على الشارع وأنت تحملوا المسؤولية، انه الشارع بيخوف. يعني كيف بيخوف؟ يعني انه لو نزلت في سياره مش رح تطلع، ممكن يتهور على الواد. في واد؟ منه وتحت في واد. طيب يعني شوفي، عدا عن وجود الاعشاب، هذا كم له مخاطره من الحشرات من الزواحف في فصل الصيف. طيب كم امتداد الشارع؟ 200 متر. شو كان رد البلديه؟ يعني شو عذرها؟ وعودات اليوم بكرة أسبوع أسبوعين. نزل العطاء، بكون عطاءات، نزل عطاء أكثر من مرة. وهي حكولنا كمان إنه في عطاء لشهر 9، إنه يعني في طيب. كم إليك ساكنة في هذا المكان؟ يعني من 2007. من 2007 وضع هيك الشارع كان؟ والله هذا هو الوضع، ما تغير؟ لا ما تغير نهائي. طيب خليكي معي، خليني أوصلك مع عطوفة رئيس البلدية، خلوها معي المواطنة زملائي، خلوها. طيب ننتقل لعطوفة رئيس بلدية عين الباشا الأستاذ جمال الواكد. عطوفتك أسعد الله صباحك. صباح الورد. يعطيك العافية. يا هلا والله، أنا بعرف كم نشاطك ومتابعتك للقضايا، وأنا أعلم كم أنت صدقا متعاون مع المواطنين ومع برنامج يحدث اليوم. وين الوعد يا عطوفة رئيس البلدية؟ أيوة. وش صباح الخير اخت دكتورة لانا. صباح النور. يا هلا. انا باسمي باسم زملائي اعضاء المجلس البلدي، يعني من حسن الحظ انه احنا في الان في اجتماع جلسه مجلس بلدي. طيب ممتاز، يعني من حسن حظنا. يلا عشان يعني تطرحوا القضيه هلا. يعني يسمع الملاحظه طرحتها الاخت سحر. سحر اجت عندي قبل بجوز اقل من اسبوعين. نعم. وحكيت لنا هذه المنطقه سابقا لم تكن، يا صحيح كانت من 2007 بس لم تكن المنطقة داخل التنظيم، المنطقة كانت زراعية دخلت التنظيم تقريبا من سنتين. طيب. تعرف انت الشوارع هاي والزفت والعطاءات فتح والتعبيد، يجب ان يكون في عطاء، يعني لا تستطيع البلدية طبعا. اليوم والله روح افتح لنا الشارع هذا الا اذا كان في عطاء. الان العطاء احيل على شركة، احد شركات العاملة في هذا المجال. نعم. قيمة العطاء حوالي 2,200,000. ورد المجلس البلدي كمان أخذ، قبل لسه احنا ما نفذناش 25% من العطاء. نعم. وردينا أخذنا أنه عين الباشا مدينة نامية ومتسارعة حقيقة، ردينا أخذنا اليوم قرار بزيادة الكمية 25% بعد أن يتم طبيعي الموافقات الرسمية على هذه الزيادة. ومع ذلك يعني العطاء قيمته 2,200,000 لم ينفذ منه لغاية الآن 25%. وامبارح كنت أنا ومدير الشؤون البلدية ومدير العطاءات موجودين
مشان موضوع شارع الأخت سحر. نعم. والشارع اللي من منهم وفوق ومتشارعين وش حزانات يعني بجوز كلنا على بعضهم بجنش 500 متر شارعين. وطلبنا منه المتعاهد تنفيذها. المتعاهد لا يستطيع أنه ينفذ الشوارع كلياتها اللي موجودة بيوم وليلة. طيب. تحكي عن حوالي 7 مناطق. مزبوط مزبوط. وقاعد ماشي تباعا. فجتني ست سحر قلت لها يا أختي خلال فترة بسيطة جدا المتعهد راح يكون عندك. يعني وما زلنا عند وعد عندها. طيب. ما نكثنا الوعد. لا 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 لا. طيب. طيب أنت قلت أنا شوف أنا بحبش مواطن يوصل للتلفزيون الأردني ويرجع فاضي. لا لا احنا هلا بدي تعطيني حل لهذا الشارع. اوكي انا بعرف في ترتيب اولويات عطوفتك. اقول لك شغله المتعهد اليوم يعني كان والله امبارح احنا كنا احنا وياه نتحدث في هذا الموضوع وقال اعطيني يومين ثلاثه بكون انا يعني رامي فيهم بيس كورس بالمناطق اللي بدها. طيب. غلطات بدامسه بس اليوم صبحت الكسارة تبعه مسروق الكيابل منها وقال لي بدها تعطل يومين ثلاثة لما يردوا يعيدوا الكيابل ويبلشوا بالطحن. فيعني العملية عملية أيام يعني. بس طيب ممتاز الأخت سحر هي بتسمعنا وهي يعني سيدة فاضلة ومحترمة. نعم. يعني احنا كل دار النشاش ناس محترمين. نعم. وهي المجلس البلدي كله عندي أشريك سيدات تسمعن الآن يعني على الهواء مباشرة. نعم. عملية أيام بيكون أمورها من تاية ست سحر طريق ست سحر. دخلوا لي المواطنة. والله أشكرك ست سحر. ست سحر هاي عطوفة رئيس البلدية معاكي خلال أيام كما قال عطوفة رئيس البلدية. وأنا والله بعرف كم هو متعاون. إحنا منميز بس إحنا تواصلنا معهم مع الرئاسة نفسها وحكت إنه بشهر 9 بيخلص العطاء هذا اللي مبلف. وإحنا المدارس أسبوعين مبلف. ست سحر ست سحر ما عندنا أي مجال إنه باطل. رئاسة وين أنت روحتي رئاسة وين؟ الإدارة المحلية. طيب عطوفة رئيس البلدية هيو معاكي خلص هلا عفى الله عما مضى. شو نحكي خلينا ننسى. تأجل لشهر 10 ست سحر روحي تيجي يعني في حال لم نكن متعاونين بعد. يعني احنا اولى من غيرنا. ست سحر خلص هلا ست سحر انه امورك ماشيه خلص شارعك ملون على المخططات في العطاء. ما اعرف يعني استعجالك انت غير مبرر حقيقة. خلص ست سحر يعني شوفي احنا معانا يعني راس الكوم عطوفة رئيس البلدية وهو صادق الوعد وكما قال إلنا بأنه خلال أيام. فما بدنا نرجع ونحكي أنه وعدونا كذا وحكوا لنا. ما في داعي للرجوع لأكثر من مرجعية لأنه أحيانا هاي المرجعيات بتوهك وما بتوصل إلى حل. لأنه إحنا دائما نحكي المواطن أحيانا ببساطة ما بيعرف وين المفتاح وين يروح للجهة المسؤولة. فعلشان هيك أشوف عطوفة رئيس البلدية أنا بدي أشكرك ويعني وأخرجناك من انعقاد مجلس وانعقاد اجتماع. وأنا مدركة تماما بأنه فعلا في ترتيب أولويات لكن أرجوك بأنه حل مشكلة ست سحر لأنه هذا المنزل يعني شايف أنت كيف هو مش شارع ويحملوا أغراض والدنيا صيف. القضية على مكتبك وأنا عارفة أنه واضحتها في يد أمينة. شكرا لحضرتك عطوفة رئيس بلدية عين الباشا الأستاذ جمال الواكد على تعاونك. ونحكي لست سحر ترجعي بتبلغي برنامج يحدث اليوم بالتطورات. على كل فاصل مشاهدينا وننتقل إلى عنوان آخر. ودائما يمكن الشريك الأساسي معنا دائما زملائنا في الجسم الصحفي المصادر اللي احنا بنثق فيها وبالتالي نتجه إلى الصحف الرسمية والمواقع الرسمية حتى نأخذ الأخبار منها. بتحقيق صحفي وبقلم الزميل حازم الصياحين تناول شارع عمان. هذا الشارع موجود في محافظة إربد يشتكي من سوء البناء التحتية. على كل تفاصيل التحقيق الصحفي معي على الهواء زميل حازم الصياحين. صباح الخير. صباح الخير والله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك تفضل.
نعم، بالنسبة لشارع عمان، نعم، هذا الشارع يربط طريق إربة عمان، نعم، شارع عمان، يعني سبب التسمية شارع عمان أول شيء عشان تكون الصورة واضحة، نعم، إنه بربط مواطنين قرى شرق إربة وأيضا لواء بني كنانة وقصبة إربة بطريق إربة عمان. طريق إربة عمان، نعم. نعم، إحنا ما بنتحدث الآن عن شارع خلينا نحكي فرعي أو هامشي، هذا الشارع حيوي ومهم، نعم، واستراتيجي بتستخدمه يوميا آلاف المركبات، يشهد ضغط، نعم، مروري كثيف. نعم. المشكلة بهذا الطريق من ما بدي أحكي من سنة أو سنتين، يعني ممكن المواطنين، نعم، اللي بربط كانوا متحملين الموضوع. هذا الطريق من أكثر من 10 سنوات، نعم، بنيته التحتية أصبحت متهالكة ومدمرة، نعم، وكل يوم اصلا قاعده تزداد سوء. يعني انا حسب مشاهداتي ومتابعاتي الصحفيه بقدر اوصف هذا الطريق هو من أسوأ الشوارع على صعيد البنيه التحتيه بمدينه إربد. نعم، من أسوأ الشوارع من ناحيه البنيه التحتيه. طيب، البنيه التحتيه الشارع هذا زميله اغلبه حفر ترقيعات، كانت المعالجات السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، نعم، كلياتها ترقيعات بترقيعات، يعني بتيجي شتوية طلعنا من الشتوية بتيجي البلدية بتعمل شوية ترقيعات بالشارع من هون من هون، على الشتوية هاي بدنا نفوتها انت ما بتقدري للأمانة، أنا بمرت منه بمر منه، نعم، دائما بالشتوية يعني صعب انه تمشي فيه، نعم، كل مترين مهتري ومتهالك. فهذا الطريق اليوم إلى أين يتجه؟ يعني ما الحل؟ ما الحل في هذا الطريق؟ والجهات الرسمية والمسؤولة بيعرفوا أهمية هذا الطريق الحيوي واللي أصلاً بيشاهدوا بنيته التحتية اللي هي ما بدي أحكي شبه متهالكة، هي مدمرة للأمانة، أسوأ يعني. نعم، كله ترقيعات زميلي الآن، الطريق كلياته ترقيعات، يعني ماشي أنا رجعت السنة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها و2020 18 19 23، طب إلى متى ستبقى الترقيعات في هذا الشارع؟ يعني بدنا نضل نرجع فيه كمان 10 سنين قادمة. طيب، هذا الشارع بحاجة كم امتداده زميلنا حازم؟ الأجزاء المتهالكة أو المتضررة منه هي تبدأ من إشارة بردة وصولا إلى ما يعرف بما بعد دوار مخابز السنبلة قبل الحكمة، يعني المسافة تقريبا على ما أعتقد إن لم يخن التعبير حوالي 3 لـ4 كيلومتر. 3 لـ4 كيلو. طيب، من إشارات وين؟ من إشارة بردة. بردة، باتجاه الشمال لعند الحكمة. نعم، لقب، نعم، الحكمة، لقب الحكمة. الجهات الرسمية زي ما تفضل حكيت لك بتعرف هذا الواقع، لكن أنا اسمحي لي يعني ما بدي أقول على دور البلدية الحالية أو السابقة، يعني للأسف الكل بتفرج، الكل بتفرج على الشارع مع أنه الناس بتصرخ، وكتبنا وحكينا مطالبات من 4 و5 سنين و10 سنين أنه السائقين متضررين خصوصا بالليل، معظم الحفر والترقيعات مش مبينة. طبعا طبعا، وسائل السلام العامة موجودة عليه؟ إنارة في الليل، شواخص موجودة، موجودة بالزميل الآن، نعم، تحكي عن طريق حيوي مهم استراتيجي. طبعا طبعا، بربط طريق إربد عمان، في سرعة أكيد عليه مرات بتكون. نعم، هو طريق استراتيجي، هذا الطريق آن الأوان على ما أعتقد إحنا اليوم بعد منتصف 2024 فعلا آن الأوان بتوفير مخصصات مالية بغض النظر، بغض النظر من وين هاي المخصصات المالية، لكن هذا الطريق بحاجة فعلا إلى تفكير جدي. وما أنا بخلال تقريري بدي أختم، يعني حتى ما عملت إنه رصدوا له 90,000 مجلس المحافظة بفكروا يرصدوا له 120,000، إذا بده يتنفذ على مراحل سنة سنتين 4 5 لبين ما نوفر المليون ليرة، هاي راحت 10 سنين. يعني والله مشكلة، إحنا وأنت تعلم يعني إعلامي وتعلم في مشكلة الموازنات والعطاءات ونخصص، يعني الشارع هو، أنا دائما بضل أحكي يعني أي مسؤول بيطلع بيتحدث في موضوع إنه هينا طرحنا العطاء وبدنا نخصص له، طيب ما هو خربان له 20 سنة، هلا تذكرت بدك تخصص له؟ نعم زميلي، على كل يعني أنا زي ما تفضل، بس بدي أختم، أنا الأوان فعلا إنه هذا الطريق أن يوضع على سلم الأولويات من كل الجهات الرسمية، طيب، والكل شايف بينه
هذا الطريق اللي بيستخدموه سواء المسؤولين أو المواطنين أو أصحاب المركبة. طيب طيب أرجو أن تبقى معي، خلينا نروح للجهات المسؤولة معي على الهواء مباشرة. المهندسة تهاني الهزايمة مدير دائرة المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى. مهندسة تهاني أسعد الله صباحك. صباح الخير للدكتور لنا ولجميع السادة المشاهدين الكرام. يا هلا فيك مهندسك، يعني أنا مش راح أضيف لأنه التحقيق الصحفي وضح كل شيء، تفضلي. تمام. نعم هلا في يمكن ثلاث نقاط رئيسية أنا بحب أحكي فيها. أول موضوع من الشارع عمان هو شارع تابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان. هاي في بريدية وقعت مذكرة تفاهم أو اتفاقية تفاهم بال 2019. نعم. من تلك بال 2022 تمت نقل صلاحيات بعض الشوارع من وزارة الأشغال للبلدية إربد الكبرى لغاية عمل الصيانات اللازمة وبعض الأمور الثانية المتعلقة بهاي الاتفاقية التفاهم. لكن سنة 2022 البلدية أبلغت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنها لا ترغب بالعمل بمذكرة التفاهم الموقعة وشوارع الأشغال تعود لوزارة الأشغال العامة والإسكان. حاليا لجنة الطرق النافذة المسؤولة عن الشوارع التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان الإسكان اصطنعت وبسط مقترح بأنه شارع عمان يقول لبلدية إربد الكبرى. نعم. ومن مقترح من لجنة الطرق النافذة اللي مسؤولة تحدد صلاحيات الشوارع بلدية إربد الكبرى ووزارة الأشغال. يعني مسؤوليتكم هذا الشارع. نعم. هذا الشارع لكن ما أخذ الخطوة الرسمية لغاية الآن. هلأ هاي اللجنة بتدرس الموضوع بتأخذ فيه قرار تبعث لمعالي وزير الأشغال العامة والإسكان هو المسؤول عن إصدار القرار النهائي بخصوص صلاحية الشارع هل هي بلدية إربد الكبرى أو وزارة الأشغال. ومع ذلك الشارع يمتد طوله 5 كيلومتر تقريبا الجزء المتهالك منه أو بحاجة لصيانة عاجل مثل ما تفضل الأستاذ حازم هي بحدود 2 كيلو. هلأ إحنا دورنا كمديرية مشاريع هندسية في بلدية إربد الكبرى طلعنا أكثر من مرة على الشارع لغاية تحديد طريقة معالجة الشارع بغض النظر هلأ المواطن مش متعلق بجدلية إن وزارة الأشغال العامة أو البلدية إحنا بحلول جذرية إن شاء الله وإنه المواطن يلمس أثرها. طيب هلأ نفس مشكورين ركض مبلغ 90,000 دينار والعطاء مطروح طبعا ضمن مناطق كثيرة من ضمن شارع عمان. البلدية تقريبا إلها مشاهدة بيشك هذا المبلغ يعني نحكي على تقريبا عن 180,000. كانت فكرتنا بانه ان يكون شط للشارع واعاده تعديده مع اعاده انشاء لبعض الاجزاء. طيب بدقيقه واحده مهندسه يعني. بدقيقه واحده نختصر الموضوع. تمام. هلا يعني العطاء مطروح لصيانه اجزاء الشارع تكون عباره عن مراحل ما راح تكون مرحله واحده اكيد بسبب المخصصات الماليه. فالعطاء ان شاء الله يعني في طور الطرق مجرد ما تمت الإحالة راح نباشر في العمل في الشارع وإن شاء الله للسنة القادمة راح يكون مرحلة ثانية وهكذا وإن شاء الله أمور الشارع بتنحل. طبعا كتلة أنا بس إنه البلدية كانوا من ضمن أولويات الشوارع الرئيسية وأنهت العمل في العديد من الشوارع من شارع هاشم وشارع بغداد. نعم شارع الإمام. نعم لكن هلا من الشوارع الرئيسية صفى عنا شارعين يعني هو شارع عمان. عمان طيب شوفي مهندسة أنا أعلم بأنه لما تم إحالة بعض من المسؤوليات ونقلوا ملفاتها من وزارة الأشغال لكم كبلديات زاد العبء عليكم بنفس الوقت ما تم زيادة الموازنات لكم كبلديات. لكن في النهاية المواطن ما له علاقة بأنه مسؤولية وزارة أشغال ولا بلديات، هو في النهاية بده يتلقى الخدمة. فأرجو أنه شوفي هذا شارع يعني حيوي وأنا وضعت هذه الملاحظة بتحقيق صحفي اسمحي لأنه مضل معي وقت دي أنهي وضعتها أمام نطلب من الزميل حازم أن يتم تصوير تقرير كامل متكامل مع بدء العمل بهذا الشارع كما وعدت المهندس تهاني في أسرع وقت. أنا بدي أشكر تواجدك معنا ومشاهدينا الأعزاء وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. غدا بإذنه تعالى يتجدد اللقاء بمجموعة من المتابعات والقضايا التي ترد لفريق العمل والتي من خلالها دائما نتمنى وإياكم والجهات المسؤولة أن نتوصل إلى حل للوصول إلى المصلحة العامة. دمتم ودام الأردن يا رب بألف خير. إلى اللقاء.